صباح الخير يا سيادة الرئيس. صباح الخير على حضرتك، مبسوط قوي ان انا موجود قدام حضرتك النهاردة. صباح الخير على كل السادة الحضور. صباح الفل. انا هاني حتحوت، اعلامي رياضي. صباح الخير سيادة الرئيس، انا اسمي فريدة محمد صلاح، عام 6 سنين وسنة اولى. صباح الفل يا ريس، انا اسمي عبد الرحمن مصطفى كامل، عندي 23 سنة، متحدي عاقصي هنية، حاصل على بكالوريوس نصف معلومات إدارية، وحلمي أبقى محلل كروي لأن أنا بحب كرة القدم. بيحب كرة القدم يعني جه في ملعبي. طب ما تيجي نعمل اختبار كده مع بعض على الهوا زي اللي بنعمله في التلفزيون. اتفضل. يلا شوف إيه النظام في قصة المحلل الكروي ده. اتفضل. إيرلينج هالاند امبارح جاب كام جول؟ جاب 5. آه صح. في مين؟ في لوتن تاون. لوتن تاون في هو... الكاس رابطة الاتحاد الانجليزي. صح، برافو عليك. طب مين هداف الدوري الاسباني؟ شوت بيلينغهام. جود بيلينغهام، برافو عليه، ده شاطر بجد، شاطر بجد. طيب احنا في 2024 عندنا ارتباطات رياضية كتيرة قوي ما بين أندية ومنتخبات، ايه اكتر احداث انت مستنيها الفترة اللي جاية وايه توقعاتك ليها؟ مستني الأشنطة الدولية بتاعت منتخب مصر مع الكابتن العميد حسام حسن. يا سلام، ده العميد اهو، العميد ورانا اهو، الكابتن حسام حسن. ايه رأيك في اختياره كمدير فني للمنتخب وتوقعاتك وايه اللي نفسك فيه من العميد؟ العميد كان حلم ابويا الله يرحمه ان هو كان يمسك منتخب مصر. الله. لان حسام حسن لكل اسطوره تاريخ، ولكل تاريخ اسطوره، والكابتن حسام حسن هداف تاريخ المنتخب مصر كلام، وعنده روح وعنده حماس وعارف يعني ايه كلمه منتخب مصر. الله، كلاعب وكمدرب. ربنا يوفقك يا عميد، وان شاء الله هياخد امم افريقيا وهينافس على كاس العالم ان شاء الله. يا رب يا رب. طيب طيب احنا عندنا كمان ارتباطات تانية على مستوى الانديه، ايه اللي انت مستنيه الايام اللي جايه دي؟ مستني مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. صح 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 صح، ماتش جامد قوي ده. هيتلعب فين الماتش ده؟ في السعوديه. في السعوديه. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. زملكاوي، الزملكاويه بيسقفوا اكيد. طيب خلينا اسالك بمناسبه الزمالك، ايه نفسك في الزمالك يحصل؟ الزمالك فك القيد، حل شويه مشاكل، نفسك في ايه في الزمالك الفتره اللي جايه؟ نفسي صفقات اكتر. آه. نحسن شكل الفريق. اتنين، عايزين مهاجم هجام. تمام. زي عمرو ساكي وعبد الحليم علي وجمال حمزه الكريسه في النادي الزمالك. عايزين مهاجم هجام للزمالك، ده اللي عايزه عبد الرحمن. طيب نفسك في ايه تاني للزمالك؟ على فكره الكابتن حسين لبيب اهو ورانا، رئيس نادي الزمالك. منور. اه. نفسك في ايه بقى تاني؟ نفسي اطلب من حضرتك طلب يا سياده الرئيس، ممكن نفسي في عطويه في النادي اللي انا حبيته من صغري واتربيت على الحب، مدرسه الفن والهندسه. الله. نادي الزمالك. الله. عايز ايه يا عبد الرحمن؟ قول تاني. بتطلب ايه تاني؟ نفسي في عضوية في النادي اللي انا عضوية. اه. طب ده يعني العضوية كلها موجودة ورا مننا اهي. يعني مش انا حتى اللي مش هجاوبك الطلب ده يا عبد الرحمن. ده الدنيا كلها ورا مننا اهي قاعدة معانا. هتدوا له العضوية ولا ايه؟ اهو. اتفضل. بكرة الساعة 3. فخامة السيد الرئيس، بكره الساعه 3 ان شاء الله نتشرف بوجود البطل، وهيبقى معايا كرنيه العضويه الخاص بيه. شكرا يا فخامة الرئيس. ايه تاني يا عبد الرحمن؟ ربنا يخليك. نفسي اطلع في استعدادات. طب قبل ما انسى عبد الرحمن، انت متوقع البطوله بتاعت النهائي دي بين الاهلي والزمالك مين اللي هيغلب فيها؟ مش انت عايز ايه؟ مش انت عايز ايه يا عبد الرحمن؟ لا. انت شايف ايه؟ الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك من الصفقات الجديده. اه مش متابع. انت لسه واخد العضويه بقى عبد الرحمن. لا لا. طيب
ان شاء الله نفسي اطلع في استوديوهات تحليليه على طول مع الكباتن في الاستوديوهات التحليليه لمباريات كره القدم في الدوري المصري. ربنا يكرمك يا ريس. يطلع معايا النهارده بالليل في البرنامج؟ طبعا طبعا نتشرف ونحلل مع بعض ماتش الاهلي والزمالك. ليا الشرف.